السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. اتمنى ان شاء الله تكونوا مستمتعين بالكورس بتاعنا. النهارده ان شاء الله معانا اول فيديو، فيديوهات اللي بنشرح فيها شويه ديموز او براكتيكال اكزامبل على الاي تي ال او الجزء بتاع الداتا لايف سايكل. يعني مش بنشرح اي تي ال بس، هنشرح الداتا لايف سايكل بس ان براكتس، يعني ناخد اكزامبل نابلاي عليه كل التفاصيل بتاعته. طيب اللي هنحاول نعمله النهارده، هنحاول نعمل ايه؟ اول حاجه هنشوف ازاي بنعمل داتا اناليسيس ان براكتس، ازاي بناخد من اول الداتا اناليسيس، ازاي بنشوف الداتا، ازاي بنعمل اناليسيس ليها، ازاي بنحصل كوميونيكيشن ما بين التيم بتاع الداتا وير هاوس او التيم بتاع البيج داتا والتيمز اللي بره. الحاجه الثانيه ازاي نعمل كودنج للاي تي ال، بعد كده ازاي نعمل انتجريشن تيست للاي تي ال والاند تو اند سيناريو، بعد كده ازاي ندبلوي الاي تي ال جوب. كل واحد من دول هيبقى فيديو لوحده. طيب في نوت كده بسيطه هنقولها ان جنرال، يعني ان الداتا وكل حاجه بنشرحها طبعا هي مش داتا، مش داتا حقيقيه، يعني مش داتا كامبانيز يعني، بس هي بتسيموليت الريال يوز كيس. طيب حاجه كمان، طب احنا النهارده بندي الاكزامبل باستخدام سبارك، هل ده معناه ان انت لازم تكون اكسبرت في سبارك عشان تقدر تفهم الاكزامبل؟ هو الفكره في الاكزامبل ده هو ان احنا نشرح للناس الكونسبت، مش هدفنا انك انت تفهم الكود لاين باي لاين، بس احنا في المقابل عندنا عندنا زي ايه نوعين من الناس ممكن يشوفوا الفيديو ده، واحد عنده فكره عن سبارك وسكالا مثلا، او واحد ما عندوش خالص. فلو انت ما عندكش خالص، انت ممكن تاخد نفس الاكزامبل اللي احنا بنعمله وتحاول تطبقه باي لغه تانية، مش مهم يرن على بيج داتا، مهم يرن على الداتا نفسها. احنا كده كده هنمسك الاكزامبل ناخده يونت تيست بارت باي بارت، وبعد كده نرن الفول تيست. فانت ممكن تاخد اكزامبل اكزامبل معايا وتحاول تسيميليت. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، طب انت لو عارف سبارك او سكالا بس مثلا مش اكسبيرت فيها مثلا، وشفت حاجات انت حاسس ان هي ادفانسد فيتشر، برضه نفس الكلام انت ممكن تسيرش عليها اونلاين، والكود اللي بنشرحه كل ده هنرفعه برضه ونحطه في اللينك بتاع الفيديو وهنحطه على الويب بيج بتاعتنا. بس انت اللي محتاج تعمله معايا انك انت تحاول تسيميوليت او تفهم البايب لاين نفسه. حاجه كمان، ان احنا الحاجات اللي بنقولها دهيت، الحاجات اللي احنا شغالين عليها دهيت، سواء سبارك او سكالا او داتا بايب لاين، هنشرحها لسه في شابتر 3 او شابتر 4، بس احنا بندي الاكزامبل ده عشان عايزين نوري الناس براكتيكال اكزامبل. حاجه كمان، احنا الكود او لما نيجي نكتب كودنج احنا بنقسمه جزئين. الجزء الاول ان احنا بنعمل الكود كاستمايزد على اليوز كيس بتاعتنا، بعد كده نبدا نفكر سوا ازاي نجنرايز الكود. اوكي طيب تعالوا نبدا باول مرحله. طيب ايه الويب سايت ده؟ انا الويب سايت ده اسمه كونفرنس. الويب سايت ده بيستخدم عامه عشان عشان الناس تشير مع بعض دوكيمنتس. اوكي عفوا، الفرق ما بين الويب سايت ده وما بين وورد مثلا ايه؟ ان الوورد مش كولابوريتيف تول. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ان الوورد مثلا احنا لو عايزين نجيب الفيرجن بتاعها، طبعا في تولز بس مش افضل حاجه للحاجه دي، عايز اجيب الفيرجن بتاع الدوكيمنت بتاعتي الابديتس والكلام ده، طبعا ده مش سهل في الكونفرنس، سوري في الوورد. طيب هل ده ممكن يتحقق بتولز ثانيه غير الكونفرنس؟ طبعا في تولز كتير جدا، حتى الوورد نفسه في وورد اونلاين او المايك او جوجل دوكس اونلاين فيها الفيتشر انك انت تقدر تعمل اونلاين دوكيومنتيشن وكولابوريتيف تول. طيب احنا النهارده هنشرح ايه؟ هنشرح حاجه اسمها سبيسيفيكيشن دوكيمنت. فانا عملت حاجه اسمها اريا، سميتها مثلا بيج داتا ديبس، وعملت تحتها سبيسيفيكيشن دوكيمنت، دي اللي بقى فيها كل سبيسيفيكيشن دوكيمنت بتاع المشروع بتاعنا. بعد كده عملت فيها الاكزامبل بتاعنا واسمه 4G سيجنالينج داتا. الاكزامبل هنشرحه النهارده هو بيتكلم، انا متخيل نفسي كواحد شغال في شركه تيليكوم، بما اني عندي اكسبيرينس تيليكوم يعني حوالي 5 سنين ولا حاجه. فالجزء بتاع اللي عايز اعمله النهارده، انا متخيل جه لي ريكوايرمنت، يعني السيناريو بحاول اشرحه معاكم بنتراكتف مع بعض فيه، ان انا جاي لي حد قال لي ان احنا عندنا سورس سيستم اسمه 4G داتا، هي سيجنالينج داتا نوعها 4G، وعايزين نعمل لها انتجريشن مع الداتا وير هاوس او البيج داتا بلاتفورم، لان السايكل هي هي. طيب ايه البروسس اللي بتحصل؟ اول حاجه بنبدا والله، طب تعالى نكاري دوكيمنت جديده، نبدا نانلايز الموضوع ده. هو يبدا الراجل بتاع الديماند او الداتا اناليسيز، او حتى لو التيمز ما عندهاش ده والبيج داتا تيم بيعمل ده، يبدا كاري الدوكيمنت، يبدا يفكر ايه اللي انا هعمله. بيعمل سمبل سبيسيفيكيشن دوكيمنت انتروداكشن. الانتروداكشن دي بتعمل ايه؟ بتشرح ايه اللي احنا هنناقشه في الدوكيمنت دي.
عشان نحط السكوب بتاعها. طيب بعد كده بنشرح التوبكس اللي احنا هنشرحها النهارده او اللي هنشرحها في الدوكمنت دي. فمثلا قايلين الدوكمنت دي بيكون فيها الجزء الاول اللي هو اللايف سايكل بتاع الكاستمر انتر اكشن، هنشرح ليه ايه اللايف سايكل بتاع الكاستمر انتر اكشن مع السورس سيستم ده. الجزء الثاني هنشرح الانتجريشن ميكانيزم بتاع الداتا، الداتا ليتنسي، الداتا ليتنسي اللي هي الداتا ديلي ده قد ايه اول ما توصل لنا، يعني اول ما الداتا جنريت لغايه ما توصل لنا الليتنسي دي قد ايه، لو في اي سكيورتي كونسيرنز عند التيم. بعد كده الداتا فورمات، سورس سيستم داتا فورمات. طيب الانتجريشن فيليا والريكفري ميكانيزم، لو عايزين ازاي لو حصل انتجريشن فيليا او حصل مشكله ولو عايزين نعمل ريكفري هل ده متاح ولا لا وهيتم ازاي. بعد كده ايه البيزنس ريكويرمنت وايه الداتا اركايفنج. اوكي طيب تعال نبدا اول مرحله. اول مرحله دي بنفكر فيها ان جنرال، مش بنخش في الكود، يعني لسه ما دخلناش في الكود، نتكلم ان جنرال ايه اللي احنا نشرحه اللي هنشرحه يعني عايزين نعمله. قال لك السيجنالينج داتا دي اللايف سايكل بتاعتها، فاحنا بنقول ان السيجنالينج داتا دي بتكفر الايفنتس اللي الكاستمر بيعملها على النتورك. فتخيل انك انت عندك كاستمر ده عمل مكالمه، حلو. فالمكالمه دي لما الكاستمر بيعملها اللي بيحصل ايه، بيبيع بروبس كده للنتورك، بيقول له والله الكاستمر اكس ده عمل كول مثلا او اس ام اس او براوزنج على سيل مثلا او تاور مثلا واي الساعه دي. فانت بقى عندك المعلومات دي جايه لك في الداتا، تمام. طيب فبالتالي الكاستمر ده بيعمل ايفنت ماشي، فمثلا عمل كول، حلو. النتورك بيديتكت الكول دي، وبالتالي الداتا وصلت عند النتورك سيرفر، حلو. طيب طبعا هو مش سيرفر واحد، نتورك سيرفرز، وبيبقى في قصه كده للبي تي اس بس مش عايزين نخش في تفاصيل فيها. طيب المهم النتورك سيرفر ده هو السايكل بيقول لك ان هو كل 5 دقائق او كل اكس مينت بيبوش الداتا دي عند ستيجنج اري. طيب فاحنا كده قسمنا الحته الاولى دي بنسميها ايه، هي السورس سيستم، اللي هو انتر اكشن ما بين من اول الكاستمر لغايه النتورك، دي هي السورس سيستم. طيب المرحله اللي بعدها هي ايه؟ المرحله اللي بعدها هي الستيجنج اري او اللاندنج اري. اللاندنج اري دي هي المنطقه اللي الداتا النتورك بتبعتها، او هي بتبقى تبع ساعات بتبقى تبع النتورك تيم او انجينيرنج تيم، وساعات بتبقى تبع الداتا تيم، بس يعني في الكيس دي هي تبع النتورك تيم مش تبع الداتا تيم. اوكي طيب احنا عندنا هنا برضو احنا لسه قدام هنشرح يعني ايه سبيد لاير يعني ايه باتش لاير، وهنشرح ازاي بالديزاين دي وازاي بالديزاين دي. بس تخيلوا يعني اكزامبل، يعني ان احنا عندنا باتش تول اي تي ال تول، نفترض هنا سبارك على الاكزامبل بتاعنا، بتاخد الداتا دي من الستيجنج اريا، اوكي، و سوري من الستيجنج اريا، اوكي ماشي، نرجع تاني هنا اهوت، سوري اوكي، ان عندنا اي تي ال تول بتاخد الداتا دي من الستيجنج اريا وبتحطها في هادوب. التول دي نفترض سبارك، هادوب هنا از ا فايل سيستم او از هايف از ا تيبل، اوكي. طيب وعندنا لاير تانية بيسموها سبيد لاير، والاركتكشر ده يشبه او هو يعني اولموست اللامدا اركتكشر بتاع امازون او لامدا اركتكشر ان جنرال يعني، بس انا هنا بنتكلم على هدوب يعني از اكزامبل يعني. المهم فاحنا اخدنا الباتش لاير هنا حطيناه في هدوب، واخدنا الستريمنج لاير او السبيد لاير هنا، عملنا فرض سبارك ستريمنج او فلينك او كافكا ايا كان، حطينا هنا ستريمنج لاير وبنحط في ريدس داتابيس. اوكي طيب بعد كده عندنا اكشن، ده كده ايه الداتا ليك لاير او الداتا لاير يعني. فكان في عندنا اناليتيكال او ريبورتنج لاير، اللي هي اللاير اللي بتاخد من الباتش وبتاخد من الستريمنج. طبعا هنا بيبقى في مثلا نفترض هنا زي داتابيز بيقرا منها شويه اناليتيكال او ريبورتنج تولز، وبتقرا طبعا من هنا، هي بتدي بتقرا من الاثنين اناليتيكال تولز، بتقرا من السبيد لاير ومن الباتش لاير. بس ان جنرال احنا بنتكلم هنا او الفوكس بتاعنا نضع على الباتش لاير. اوكي لتر اون في الكورس عندنا في سبارك وسكالا وهدوب هنشرح كل جزء بالتفصيل الممل. هدفنا النهارده نفهم البايب لاين بيمشي ازاي يعني براكتيكال. طيب انا متخيل يعني انا برضو لو انا بديزاين الدوكمنت دي معاكم، لو انا متخيل ان انا ديزاينر بتاع الدوكمنت وما اعرفش اي تفصيل عن ما اعرفش اي تفصيل عن السيجنالنج دي شغاله ازاي، بعمل ايه؟ ببعت ايميل لراجل واقول له لو سمحت ممكن تابديت الدوكمنت دي بشويه ريسورسز تشرح الجي اس ام مثلا اركتكشر، ازاي الكول بتحصل على الفور جي، ايه هو الجي اس ام اوثنتيكيشن. فالراجل والله ممكن يحط لك دوكيمنتس في الشركه بتاعتكم او يحط لك لينكات على اليوتيوب عشان تفهم الحته دي.
انا حاطط دي للناس عشان تفهم more detail about التليكوم يعني as example. اوكي طيب حاجة تانية، ان احنا نبدأ نحط الانتجريشن ميكانيزم. الانتجريشن ميكانيزم سيمبل، انا عايز اعرف يعني هنحصل انتجريشن ازاي وكل قد ايه. فهنا اول حاجة قال لك ان السورس سيستم هيبوش نيو دمب كل 5 دقايق باستخدام اس اف تي بي. طيب طيب قال لك ان السورس نيم، ان هعمل هنا زي تقول تيبل كده بيشرح بس الانترفيس شكله عامل ازاي. قال لك السورس هنا نيم سيجنالينج 4 جي، السورس تيم هنا الانجينج تيم مثلا في التليكوم، سورس اونر هنا واحد اسمه علي علي علي. بس ليه احنا يكون عندنا اونر وتيم والكلام ده؟ دلوقتي انا المفروض لما بتعامل مع حد لازم يبقى عندي اونر للسيستم ده. لما يحصل مشكله او عايز استفسر من حد لازم الراجل ده ارجع له. الراجل ده قد يكون بروجكت مانجر في الانجينيرنج تيم او قد يكون واحد في الانجينيرنج تيم ايا كان. حلو، بروتوكول قال لك اس اف تي بي، الليتنسي مثلا 5 دقايق، الداتا فورمات اللي هي السيبريتور يعني قال لك هي بايب. بعد كده قال لك ان الداتا الديلي فوليوم بتاعك حوالي تيرا بايت كل يوم من السورس سيستم ده، وبيجي لك كل 5 دقايق حوالي 3.5 جيجا بايت من داتا. اوكي طيب حاجه كمان هنا الفايل كونفنشن، هو بيقول لك ان اريكسون مثلا 4 جي مش عارف اندرسكور ستارت ديت اندرسكور اند ديت. فاكزامبل هنا قال لك اريكسون اهو فو دي ان، بس يعني دي غلطه. طيبه كيف 4 جي ده الستارت تايم، قال لك هو ده الفورمات بتاعه اللي هو سنه شهر دي اور مينيت سكند، بس مفيش اي سبريتور بينهم، اي سبريتور بينهم كلهم كلهم 1 انتجر اندرسكور اند تايم. هتقولي يعني ايه الستارت والاند هنا؟ هي المفروض واضحه، بس لو انت مش عارف ايه ده هتعمل ايه؟ هتقول له ايه الستارت والاند مقصود بيها ايه؟ يقول لك التايم بيريود اللي الفايل ده جواه. مثلا نفترض هو موجود فيه مثلا يوم 2020 15 12، المفروض في الشهر يعني المفروض مثلا 5 دقايق مثلا. نفترض هنا عندنا من 45 دقيقه ل 50 دقيقه. تمام؟ فمثلا هنا احنا بنشرح الخمس دقايق دي ايه اللي حصل فيها. طبعا فينا طيب وتانية ان المفروض هنا بما انه اي مانس مفيش مانس 15، فالمفروض ده ما يجيكش بالشكل ده، هو المفروض يوصل 12 15 يعني، بس هي برضه طيب وتانية يعني معانا في الدوكيومنت. تمام. طبعا الميزه هنا انت ممكن طبعا تابديت، يعني ممكن تعمل كده ابديت اديت وتابديتها عادي. انا مش ابديت دلوقتي بس بقول لك عامه ده اوبشن موجود. طيب نخش بقى على الداتا فورمات. طيب الداتا فورمات هنا احنا ايه اللي بيحصل؟ هو الراجل بيقول لك انا عندي شويه كولومز وكل كولوم ده الفيتشر بتاعته. فيقول لك مثلا هنا از لاندنج زون انا عندي هنا مثلا كولوم اسمه امزي. كولوم امزي ده النوع بتاعه سترينج مثلا، وهو از نالبل؟ لا مش المفروض يكون از نالبل. حلو، هل ده معناه ان ممكن يجي نال؟ بس ده بيقول لك كرول، لا هم مش هينفع يجي نال. طيب الامزي ده هو ايه؟ باختصار يعني في التليكوم انت بيبقى ليك رقم موبايل نفترض 0 10 15 20 ايا كان. الرقم ده هو مش 1 تو 1 يعني، التليكوم مش بيدنتيفايك بالرقم ده بس، في ايدنتيفاير تاني بيبقى اسمه الامزي. الامزي ده بيكون يعني ليه تفصيله كده عقب السيم كارد بتاعتك، وهو ممكن الاكونت نمبر الواحد ممكن يكون اكتر من امزي، بس دي مش كيس مشهور في التليكوم يعني، بس هي موجوده يعني وفي ناس اوريدي بيستخدمينها في البيزنس بالذات يعني. مهم، فده امزي ده ايدنتيفاير للكاستمر. امي الامي ده ايدنتيفاير للهاند سيت مع الكاستمر، التليفون كل تليفون ليه امي يونيك ليه يعني ليه مخصوص. طيب ده هنا بيقول لك اذن بقى ده ممكن يجي نال وعادي جدا يجي لك نال مش مشكله. لسه هنقول المابنج بتاعها قدام، بس بشرح لكم الداتا امانه شكلها عامل ازاي. طيب السيل، انتوا عارفين في النتورك بيبقى عندنا حاجه اسمها السيل في التاور. السيل دي بتبقى ليها اي دي انت بتعمل الكود يعني سيل. اللاك هو انا بيقول لك ان هو انتجر، رقمها انتجر، هم مدينها ايدنتيفاير انتجر وهي مش نالبل، المفروض ما تجيش نال يعني. اللاك هي ده اللي هو خلينا نقول ان كل سيل هو ايدنتيفاير تاني برضه، بس كل لاك بيبقى تحتيه خلينا نقول اكتر من سيل، بس السيل واللاك مع بعض هما يونيك وايدنتيفايد لللوكيشن بتاعك، يقولوا ان الراجل ده موجود في محيط مثلا 200 متر من السيل دي مثلا يعني. في حاجه اسمها ترانجليشن برضه بنستخدمها عشان نوصل للمعلومه دي، بس ما علينا. طب ايفنت تايب هنا سترينج مثلا ممكن يكون نال، بس هو مش منطقي بس ممكن، بيقول لك ممكن يعني، وده اللي هو بيقول لك راجل ايفنت تايب كول مثلا اس ام اس براوزنج ايا كان، وده التايم ستام المفروض ما يبقاش نال. اوكي طيب في حاجه اسمها بزنس اللي هي الانتجريشن ريسك وريكفري. هنا بيقول لك
البيزنس، سواء البيزنس انالست بتاعك او التيم بتاعك بيحط يانلايز كام مشروع كده، ممكن يلاقي شويه ريسكس، فبيشيل الريسكس دي في الدوكمنت عشان لما نيجي نطلع بعد نقول يا جماعه والله احنا كنا قبل ما نبدا في المشروع ده احنا لقينا المشاكل دي وقلنا ان دي موجوده في الداتا قبل ما نبدا المشروع بتاعنا. المشروع بتاعنا فقال لك مثلا ان انت عندك هنا داتا فوليوم، هو بيقول لك هنا ان الداتا فوليوم دي ممكن يحصل لها دبل او تريبل، يعني ممكن انت دلوقتي اكسبكتد اون افريج يجي لك 3.5 جيجا بايت كل 5 دقائق، ممكن والله في الاعياد يجي لك مثلا 10 جيجا. احنا بنقول لك الاستيميت كذا او الافريج كذا، بس ممكن يحصل ده، عشان ما تجيش تقول ايه انتوا اتفقتوا معايا على 3 جيجا وبيجي لي 20 جيجا فانا الكباستي بتاعتي غلط. لا، احنا بنقول لك من دلوقتي ما عملنا انسل للسيستم ممكن يحصل ده، دي بتفرق معاك وانت بتكتب الكود وانت بتديزاين السيستم تبقى عارف ده شكلها عامل ازاي. حاجه كمان قال لك الليتنسي، انت دلوقتي لو بتبني ريال تايم ليتنسي على سوري ريال تايم يوز كيس على الداتا دي، وانت اكسبكتد ان انت بيجي لك الايفنت على الكاستمر ده ويز ماكسيمم ليتنسي 5 دقايق مثلا. حلو، فخلينا نقول احنا بنقول لك ممكن يحصل ويجي لك الايفنت اتاخر شويه، احنا دي ريسك ولازم بتاكسبته وبنقول ده احنا هنحاول نحسنه، بس بنقول ده ريسك بنحطه في المشروع. داتا فورمات، ممكن انت ممكن يجي شويه ايشوز في الداتا، ممكن الام زي يجيب نال، فانت الام زي لو بنال انت مش تقدر تايدنتيفاي الكاستمر، بنقول لك ان دي شفناها موجوده وفي فورماتنج ايشو واحنا بنقول ان دي ريسك في المشروع ده اهوت. حلو، طيب حاجه كمان بنقول عشان انتجريشن احنا بنسيب الداتا 24 ساعه بس، فانت خدها عندك بعد 24 ساعه مش تلاقي الداتا، دي الريسكس والفورمات وريكفر. طيب فانت ممكن تريكفر ماكسيمم وزين 24 اورز. اوكي، طيب البيزنس يوز كيسز، طيب البيزنس يوز كيس هنا ايه اليوز كيس بنستخدمها في الـ في الـ في الداتا سيت في الـ في السورس سيستم ده؟ قال لك انت ممكن تعمل كاستمر لوكيشن اناليسيس، ده انت عندك اللوكيشن بتاع الكاستمر، ممكن تعمل ريال تايم يوز كيس او باتش اناليسيس على اللوكيشن بتاع الكاستمر. حاجه كمان قال لك النتورك اناليسيس، انت دلوقتي ممكن تشوف النتورك شغال ازاي، تعمل اناليتكس تشيك فرود ديتكشن. انا فاكر ان في مشروع كنت شغال يعني في الكيس دي مثلا كان ليه علاقه بالحاجه اسمها السيم بوكس فرود ديتكشن، كنا بنديتكت السيم بوكس فرود ديتكشن، ممكن تسيرش على الموضوع اونلاين عن طريق الداتا دي برضه، يعني الناس دي يمكن نيوز كيس مشهور جدا في فرود ديتكشن في النتورك عن طريق الداتا دي برضه. الكاستم بيهيفير برضه، انت ممكن تشوف الكاستم بيهيفير بيروح فين، بيرجع منين، بيصحى امتى، بيمسك الموبايل قد ايه، وبيساعد في ناس تبني عليها ماشين ليرنينج كمان سيجمنتيشن للكاستم بتوعنا. سكيورتي اناليسيس عشان لو حصل ستولن للموبايل، لو حد موبايل بتاعه اتسرق ممكن مثلا احنا اكسبوز اي بي اي، ان لو حصل واحد موبايله اتسرق مثلا فيروح للبوليس والبوليس يبعت لنا ريكويست، فاحنا ممكن نبعت الداتا بتاعت الكاستمر اللي سرق الموبايل ده. طيب نيجي هنا لاهم نقطه، يعني انا دايما بخش على الدوكيمنت دي اول حاجه كده بسم الله كده اخش فيها، بعد ما اقرا العنوان ابص على الاي تي ال مابنج بتاعتي. الاي تي ال مابنج دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها الانبوت كولومز والاوتبوت كولومز. هتقول لي ما هو مش المفروض هو 1 تو 1؟ لا مش شرط، ممكن تبقى 1 تو 1 ممكن تبقى 1 تو ميني. حلو، طيب خلينا نبدا باول مثال امزي. احنا بنقول هنا الامزي هو سترينج كولوم وهو از ايز، يعني مش هتعدي عليه اي تغيير. هل في ناس كان بتفصل الكولوم ده بتقول لك يعني خليه يفصل عشان از ايز ولا لا؟ فده از ايز هتوديه زي ما هو، وبتقول لك ريجكت ريكورد لو هو بنال. ريجكت معناها مش تمسحه، انك تحطه في ريجكشن. طيب حد يقول لي طب ما انا ممكن استخدم الامزي نال ده بنها تشيك الترافيك بتاع الداتا، هوفر مش عارف ايدنتيفاي الكاستمر. دي بزنس رول، يعني انا البيزنس بيقول لي ان احنا مش ان انت لو ما عنديش امزي او مش هقدر ايدنتيفاي الكاستمر مش محتاجه. حلو، طيب حاجه كمان قال لك ان الامزي ده هناخده هنجوين مع حاجه اسمها امزي ريفرنس، يعني خلينا نتخيل ان احنا عندنا في التليكوم حاجه لوك اب مثلا او ريفرنس تيبل، ان انا لما هجوين هعمل جوين ما بين يعني من الامزي اقدر اجيب الايدنتي بتاع الكاستمر سبسكرايبر اي دي بتاعي. هاويفر ان انا لو عملت جوين وما لقيتهوش ما تمسحش الريكورد، حط اللي هو ماينس 5 ناينز لو هي نال. هتقول لي طب ايه ليه اعمل حاجه زي كده؟ ممكن يقول لك ان ممكن السبسكرايبر يكون رومينج مثلا، يعني او ليه يوز كيس ثانيه. طبعا عندي امزي ايدنتيفاير ليه كفايه، بس ده اوبشن ممكن ده ممكن لو نال معايا. طيب حاجه كمان الايمي، الايمي هنا ايه هو؟ الايمي زي ما قلنا ان هو الايدنتيفاير بتاع الموبايل. طب حد عايز يفهم تفاصيل اكتر عن الايمي؟ دي تو لينكس كويسين اشرح لك ايه هو الايمي يعني. طيب بعد كده بيقول لك ايه من الايمي ده انت ممكن تبدا تجيب عن طريق اول 8 كاركتر حاجه اسمها التاج. التاج ده هو ايدنتيفاير لنوع موبايل والموديل بتاعه. حلو،
بيقول لك انت طب سترينج دهوت، وبيقول لك لو هو اقل من 15، يعني لو اقل من 15 كاركتر اللينس بتاعه حط بي 59. طبعا في بيزنس يوز كيس ان في موبايلات قديمه او في موبايلات صيني مالها يعني الايمي استحب شكله مختلف عن كده، بس يعني هو بيقول لك لا احنا اي حاجه مش ستاندر هنرميها يعني. طيب بعد كده من الايمي برضو هتجيب السيريال نمبر. السيريال نمبر ده ممكن احنا معانا نفس موديل الموبايل بس كل موبايل ليه ديفرنت سيريال نمبر، فبالتالي ده بيبقى يونيك لكل موبايل المفروض يعني. وبعد كده حط لي الايمي از از برضو از اكون. تقول لي طب ما احطه هنا، ده سؤال حلو انا متخيل ممكن حد بيفكر فيه. طب ما احط الايمي وليتر اون ابني عليه الكولومز دي، ما هي البيزنس عايز دي لوحدها ودي لوحدها عشان بيعمل اناليسيس فيها دايركت على طول في الليفل ده من الداتا. اوكي طيب بقى كده عندنا السيل هي انتجر از از وريجكت ريكورد لو هي نال، ان هو شايف مش عارف لو مش عارف ديتكت اللوكيشن بتاعه مش محتاجه، وكذلك اللاك. بعد كده الايفنت تايب هحطه زي ما هو از از. طبعا ما قالكش ريجكت لو هو نال يبقى ملوش لازمه، يبقى خلاص هتحطه حتى هو نال. والايفنت تايم ستام نفس القصه، بس بيقول فاليديت التايم ستام بيكون ده الفورمات اللي هو المفروض دي تكون ام سمول مانس هنا، بس مو يكون سنه مانس داي اور مينيت سكند. طيب حاجه كمان هنا نخش في المرحله قبل الاخيره يعني الاركايفنج. احنا بنديزاين من قبل ما نبدا المشروع بنديزاين الاركايفنج. الاركايفنج بتاعنا بنقول احنا هنأجري مع البيزنس ومع كل الناس الاركايفنج بتاعنا شكله عامل ازاي، لكن اللاندنج زون هنسيب الفايل 6 شهور، يعني بعد ما ببص الفايل انا مش همسحه، هوديه اركايف 6 شهور، واوتوماتيك بعد 6 شهور الفايلات اللي الديت بتاعها اللي هو يعني 6 شهور فاتوا هيتمسحوا. طيب ليه بديفاين الحته دي؟ عشان بيزنس يكون عارف، بيزنس عنده لو حصل مشكله احنا عارفين ممكن نرجع الداتا خلال 6 شهور، بيزنس ممكن يانلايز حاجه في سورس فايل خلال 6 شهور، طب بعد 6 شهور خلاص يا راحت ضاعت. تقولي يا ضاعت اه راحت مع اللي راحت يعني خلاص مع اللي راحوا يعني. طيب الموديل ده قال لك ان انا بسيب التيبل السورس تيبل ده 5 سنين، انا هتقول بديزاين الكلام ده من دلوقتي؟ اه. وهنا ساعات البيزنس بقى يحط حركه كده، عارف البيزنس برضه بيبقى صايع يعني، يقول لك ايه السيوم ان انا عندي اجريجيت لاير او فيو لاير، يعني عندي لاير فوقيها، لو ما عنديش لاير يبقى انت محتاج تاخد منه ابروفر للكلام ده. طيب اخر سيكشن عندنا هنا هو الديسكشن والكونسيرنز. الديسكشن كونسيرنز دول خلينا نقول ان دول بيبقوا الهيستوري بتاع شويه مشاكل وبيتعدلوا في الدوكمنت مع الوقت. تعال ناخد المشكله. اول مشكله انا مثلا كداتا تيم قلت ان عندي داتا ليتنسي، ان يعني الداتا دي فيها ليتنسي. طيب الديتيل بيزنس والديفلوبمنت تيم التيم التو تيمز عندهم مشكله ان الداتا ليتنسي بقت كل 10 دقايق ده كتير، خلينا نفترض ان ده اللي حصل. طب انجينير جدع عينك ايه؟ قال لك خلاص احنا اتفقنا معاكم ان احنا خليناها 5 دقايق. اوكي بعد كده قال لك ان لو احنا قللنا الليتنسي يعني عن اقل من 5 دقايق ده هيؤدي بفورمانس ايشو على النتورك وهيدك على النتورك. طيب الكومنت بتاعنا احنا ايه؟ احنا بنقول ان احنا اجري على القصه دي لغايه ما يبقى الفيوتشر بتاعنا او التارجت بتاعنا مع الانجينير هنوصل دقيقتين ماكسيمم. هتقول لي يعني ايه؟ ولكن احنا والله احنا ما قفلناش النقطه دي، مش شايفين هتقفل في الدوكمنت، ولو حد بقى يعني كمان سنه ولا حاجه فتح دوكمنت هيلاقي ان احنا ما قفلناش النقطه دي، مش شايفين ناس توصل دقيقتين ماكسيمم. طيب النقطه اللي بعدها الداتا ترانسفير ميكانيزم. مثلا قال لك ان مثلا الديفلوبمنت تيم عايز يبول الداتا من السورس دايركت، مش عايز ليه حته ترانزيت دي عشان دي هتقلل شويه من الديلي. والله قام جه الانجينير قال لك يا جماعه والله في سكيورتي، جه بقى مش انجينير بقى، جه قال لك ان احنا سالنا السكيورتي تيم وقال لك ما ينفعش ان اي تيم يقى دايركت من نتورك ودي فيها سكيورتي ايشو والكلام ده. وقال لك ان احنا والله كومنت تاني قال لك ان انت لو عملت من البولينج من النتورك ده ممكن تهدك النتورك، انت ستريمينج بت عايز تبول من النتورك ده ممكن يؤدي بفورمانس على النتورك، فكده في سكيورتي كونسيرن وفي نتورك كونسيرن. طب النقطه دي اجريد كده قفلناها، فانت تتعلم وانت قاعد مع البيزنس في حاجات هنقفلها او مع التيم، دي حاجات هنقفلها اجريد، في حاجات مش اجريد، في حاجات مش خارجه عن التيم التاني بس هي لها سكيورتي كونسيرن مثلا او حاجه زي كده. طيب اخر نقطتين قال لك الداتا فورمات ايشو، في مثلا في ريكورد احنا بنقول ان احنا جاي لنا ام زي مثلا نل او ان ريكورد مش فيها ارقام مش معروفه يعني. فقال لك ان الايشو دي منطقيه لان ممكن يكون السبسكرايب ده رومينج او ممكن يكون في مشاكل من الداتا، وان احنا هنحاول انلايز، انت محتاج تبعت لنا الداتا دي نعمل اناليسيس عشان نحسنها بعدين. والنقطه دي خلاص اجريد، وهيبقى في سيستم يعني المفروض دي بتبقى اجريد، بتحط بقى كومنت هنا نقول مثلا اجريد ان احنا نبعت الريجكشن دي كل مثلا اكس تايم عشان البيزنس او الانجينج نعمل اناليسيس. اخر حاجه الايمي فورمات،
انا مثلا نفترض بعت له قلت له انا عايز شويه دوكمنت افهم الام فورمات بتبني ازاي عشان ابني سب سترينج فانكشن. قال لك ان احنا حطينا ويكي بيج لينكس عشان مور انفو، وهي فعلا وريتها لكم فوق وقال لك دي خلاص اجري. طب بعد كده اخر حاجه ايه؟ اخر حاجه خلاص قال لك دي الستيك هولدرز بتوعنا، الدوكمنت بتوعنا دول قلنا ان هم ايه، هم الستيك هولدرز. قال لك دول ديفلوبمنت سبوك، ده مثلا احنا ده الديفلوبمنت من التيم بتاع الاي تي ال، قال لك ده اسمه واحد اسمه عمرو، والانجينير واحد اسمه علي ده من انجينيرنج، والبروجكت مانجر واحد اسمه، والبزنس مثلا، دول الاربعه السبوك بتوع البروجكت ده. احنا كده وصلنا لاخر مرحله خالص في الاناليسيس بتاع الدوكيمنت دي. الحاجه اللي كنت عايز اقولها ان انت هنا عن طريق الويب سايت ده زي ما قلنا، انت انا مش بعمل دعايه ليه، انا يعني بس انا بقول اللي انا بحبه يعني، بس هو في اكتر من تولز تانية، بس اهم حاجه دلوقتي انا اقدر اشوف مثلا يعني دي مثلا انا واحمد كنا بنعمل ابديت مثلا بتاع دي، واقدر اشوف الهيستوري بتاعها واشوف مين عمل ايه وعملها امتى ومين ليه اكسس. خد بالك لو عندك سكيورتي مين عامل ليه اكسس ومش اكسس. طيب نيجي بقى اخر مرحله هنا عايزين نفكر فيها، هي حته الداتا. انا هنا المفروض لما اكلم انجينيرنج بالكلام ده المفروض يبعتوا لي سامبل داتا. انا هبص معاكم على السامبل داتا بس عشان نفكر فيها سوا. دلوقتي دي سامبل داتا بعتنها لي بيقول لي ان عندك هنا امزي، عندك ايمي، عندك سيل، لاك، ايفن تايب، تايم ستام. ده مثلا الامزي، ده الايمي اهو بالشكل بتاعه، ده السيل، اللاك، الايفن تايب، تايم ستام، والله شكل كويس جدا الداتا. كده ببص هنا لقيت ان في مشكله، في هنا مثلا اهو ده الامزي، في امزي جاي بنال، فدي مشكله. في مشكله تانية في هنا تاني، في عندي سيل بنال وفي لاك بنال وفي تايم ستام بنال. فكده عندي، تعال نتخيل دي كده انبوت داتا كونتينز كل اليوز كيس اللي ممكن اواجهها. فوانا بديزاين الاي تي ال جوب هبدا ديزاين كل الايشوز دي. طيب انا كده في الفيديو ده عملنا ايه مع بعض؟ شفنا ازاي بنانلايز الداتا، ازاي بنشوف ال بنبني الدوكيمنت بتاع الداتا اناليسيس، بنعملها ازاي ان براكتيكال. ومفروض ان انتم ممكن لو يعني انا ممكن هنعمل تاسك للاي تي ال ديمو ده الناس تشتغل عليها، وهتبقى على داتا سيت اسمها نيويورك تاكسي، نيويورك تاكسي داتا سيت، هنحطها لكم في اللينكس ان الناس تبدا تعمل عليها اناليسيس بنفس الشكل ده، وهنعمل عليها يوز كيس يعني مع بعض. احنا المره الجايه هنبدا من اول الداتا دي نعملها اناليسيس سوا، هنشوف ازاي نعملها اناليسيس، وهنكتب الكود بتاع السبارك اللي بيعمل اي تي ال اليونت تيستنج بتاع الحاجات دي، ونبدا مرحله الكودينج. اشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.